يتوقعون نتيجة المباراة اليوم؟ منتخب البلجيكي الذي يفوز في أغلب المباريات. المغرب ديما خاسرة. They're ranked number two in the world, Belgium. Belgium will go through top in the group. Morocco fourth. In Morocco fourth. Belgium has one of the best players on the entire planet. نواجه المنتخب البلجيكي وعلاش لا؟ المنتخب المغربي راح يكون الطرف الأفضل. لعبة ممتازين. أسود أطلس ها؟ أسود الملعب. أسود الملعب إن شاء الله. اليوم مع أسود الأطلس اليوم مغربي. نلعبوا عليها ونجيبوها والله ما روحي ولا ربي وشنو صاري سوي حلقة بدوني. معاكم شوف اليوم معاك اليوم لازم يكون فيها واحد مغربي. ومين هذا المغربي؟ رضا الوهابي. على طول على طول. بس للأمانة ثيابي أحلى. استنى دقيقة. الحلقة اليوم مغربية. أنا مغربي عربي أصلي ودمي مغربي. نبدأ عن الجنون الجماهير المغربية تاريخيا. خلي أقول لكم إياها. تعد الجماهير المغربية أولى الألتراس في العرب أو في شمال إفريقيا. طبعا الألتراس هم الجماهير المتعصبة اللي تسوي النار استنى 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 مو متعصبة. جماهير تخلي لك الملعب كله مولع نار. من دربي انظر إلى المشهد، انظر إلى اللقطة، انظر إلى الصورة، زلزال، أمواج، بركان. مين أشهر الألتراس في المغرب؟ في ألتراس الوداد، في ألتراس الجيش الملكي، في ألتراس تطوان، في ألتراس حسنية أكادير. مثلا نتكلم على الجمهور الرجاوي في أغنية رجاوي فلسطيني. أكشن. نتكلم عن اللغة في المغرب أغلبهم يتكلمون عربي صح؟ لهجتنا تسمى الدارجة المغربية والاصل المغرب هو امازيغي. يعني تقول لي الدارجه انا ما بفهمها؟ لا جربني. عطيني مشيت البارح غادي نضرب واحد الطاكوس واعر والله صراحه. يعني ها انت شوف نقول لك حاجه اخرى ثق فيه ما غتفهمش عمر يصير. فهمت البارح يعني امس؟ يس اوكي ايوه بيرفكت. هذيك راه ضربتي الاخوان انت روحت كوره. خويا يضرب كوره، خويا يلعب ديال الكوره. رايحين مع مغاربة في السيارة يتكلمون بالدارجة وانا مضيع وياهم. هاي البارد اتيكا اتيكا هاي يا رب شرارة فيرس. شبك الدور من دور من هناك انت حتجيب لي الضغط قبل المباراة. شباب معليش معليش شباب اليوم اعصاب يعني فايزين فارو فايزين ولا خايفين الضغط 2-1 من جوج واحد من جوج يعني واحد من اثنين يعني منين واحد اليوم غادي نبح هنبح نبح اليوم ما بخسر غير صوتي من تسجيع عجبتني. لاحظت في المشي للملعب هدوء غريب، هل هو توتر ولا هدوء ما قبل العاصفة؟ للمغرب يصوت مكانها المونديال. علي 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 المغرب علي. عمر الحين راح اصدمك، راح نروح وسط الجمهور عشان تشوف قوة الجمهور المغربي. انا بالنسبة لي هذه هي التجربة كاملة. آخر مرة لعبنا في الحر في الشمس ضد الأرجنتين، السعودية ضد الأرجنتين. What do you think of the weather? A bit hot. Hot ها؟ اليوم إن شاء الله الحر يأثر على البلجيكا. وما ننسى نقول أن العرب كلهم مع المغرب. واللي عجبني صراحة هو أن الجماهير مو من المغرب، وجميع الدول العربية جايين يتفرجوا في المغرب. شيء تفرح لي والله. والمغرب كله مع العرب. الله يا شاعر يا شاعر. مانكم قوي ربنا واحد أمة واحدة، حب الوطن الراس فوق أيدي من تحت. الغريب اليوم أن الجمهورين لونهم أحمر، بس اللي أنا أشوفه اقتحام كامل. من المغربي حتى هذه مغربي مع البلجيكيين مغربية خلق البلجيكا. أوه حلو الدم مغربي دمي مغربي مي خلق البلجيكا الولد بس مغربي. والله ما تروحي ويا ربي وشنو صاري كل رجلنا دراري. فعليا الحماس الصجي بدأ مع بداية السلام الوطني. ولكننا غنهضروا على المنتخب المغربي كتصنيف غادي يكون التصنيف العالمي
22 عالميا، الاول عربيا. هاي معلومه توني اعرفها. بس في تاريخكم في كاس العالم بس فزتوا مرتين. دخل المنطقه يوم عربي رائع هنا في هذا كاس العالم ان شاء الله 3 مرات. جمهور وائل منغمس مع المباراه، يصفر مع كل هجمه ضدهم عشان ضغط عليهم. كل يصفر كل الجمهور. يشجع مع هجمه معاهم. اهم لاعبين المنتخب المغربي: بونو، يوسف النصيري، اشرف حكيمي، مزراوي، سفيان مرابط، وحمد الله، حكيم زياش. سمعت ان زياش صار في موضوع طلع من المنتخب وزعل هما كان اتفق مع مدرب قال خليه له في شيء يطلع وانا ارجع. يعني نقدر نقول ان المنتخب المغربي داخل بقوه. عشان حكيم زياش مع حمد الله و با 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 زياش الشباك تناديك زياش. انا عرقت. شو 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 حكام والله ما طلعت جراش. شلون نطيت عليهم؟ تعرفش كبرت طلعت يا اخي فرح مع كل الفوضى اللي صارت وانت نطيت وكل شيء. حاب اقول لك ان البنت الصغيره ما قامت من النوم. البنت وصلت اليوم طياره لحظه انا جتني شان الماتش المغاربه. تبارك الله عليهم. تعال اسمه زلزال زلزال. الجمهور المغربي يعطيك شعور انه باع كل اغراضه وخذ الفلوس وسافر لكاس العالم. يشجعون وكانها اخر فرصه لهم. يا يفوزون او يخسرون كل شيء. انا قلت لك بنفوز ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. شوف انا رحت حق السعوديه وفاز. سالكين والله. شيخنا عمر فاروق الله يعطيه. تعرف تخيل الجمهور يتجمعون علي دعواتك يا شيخ. يا رب يا رب سيريا عارم تسونامي مشاعر وفرحة فوق الخيال. لحظات تخليك تنتشي طول العمر. المغرب الأسود يصنعون التاريخ. على مين؟ على المصنف الثاني عالميا. ومو بقول واحد لكن قولين. الفرحة كانت للجميع، الصغار، الأمهات، العجايز. أثبتنا للعالم أن اللون الأحمر في هذا اليوم مغرب. اليوم كل العرب مغاربة. اليوم يحبكم في الله. والله المغاربة يحبوا كل الشعوب. الله يا ربي الله يا ربي الله يا ربي الله. يا 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 الفاينل فاينل. إذا كان في بالك أن الملعب هو نهاية احتفالاتنا، شكلك ليحين ما تعرف المغاربة. على طول بعد المباراة سوق واقف مشيرة بالمسيرات في كل مكان. مبروك علينا هذه البداية ما زال ما زال. شيرب في نفق دايركت توديك حق سوق واقف. خلينا نكمل ليلتنا هناك. احنا على فكره الساعه 12:30. الله يا ربي الله يا ربي الله يا
مغربي هذا مغربي مغربي والله جلاب مغربي عندك شي تصوير انا ما له علاقه المغرب بس يلا كلنا مع بعض نفرح صوتي راح أذني راحت يلا نقيم الجمهور المغربي المنظر عطيتهم 9 من 10 كنت أشوف المغرب حاضرة في الملعب الجمهور كان متناسق بشكل جميل تلاقي كبار تلاقي صغار كلهم عليهم علم المغرب ماشيين للملعب في الملعب يشجعون كل واحد عنده شال في التشجيع 10 من 10 ما في أحد إلا ويشجع بكل طاقته إذا خسرنا شيء في المباراة بتكون أصواتنا خسارة بس هنا اليوم غادي نبح في الهزيج 7 تخيلوا كان في 3 رابطات في الملعب كل واحد تغني على كيف إلا أن الهزيج نفسها مميزة مؤثرة شجعت اللاعبين وشجعت الجمهور بشكل جدا حلو الأخلاق 7 من 10 وتفسيري الوحيد لهالتقييم أن المغاربة كشعب كجمهور أجرسف مفترسين يعني كل التجاوزات اللي شفتها في الملعب كانت من دافع الحماس الجمهور نفسهم يتهاوشون مع بعض لكن كلهم بعد 2 دقيقة أقل سامحني يا أخوي بوز على راسك هذا غير أنهم طول المباراة كانوا ينطون على الكراسي بالنسبة حق الروح إذا أقدر أعطيهم 1 من 10 أعطيتهم لما يسمونهم أسود أطلس أعرف أن هاي الاسم ماي من فراغ أنا شفت أسود حرفياً في الملعب وفي المدرجات الطريقة اللي كانوا يصفرون فيها بس الخصم يلمس الكرة يبين صفرات كبار صغار شباب بنات كلهم بنفس الروح يشجعون تقييمي للجمهور المغربي 8.6 من 10 واللي يعتبر أعلى تقييم جمهور في كأس العالم 2022 فوز المغرب هو فوزنا كلنا كعرب موفقين يا رب في المباراة الأخيرة هالفيديو مو بس عن فوز المغرب على بلجيكا في كأس العالم لكن عن هالبنت اللي اسمها زينب وعن أم زينب هالعائلة وصلت اليوم من المغرب وعلى طول للمباراة لكن ردة فعل أمها وسط كل هالحماس لفتتني أول ما سجلوا الجول نطت مو عشان تشجع عشان تحمي بنتها لأن منطون عليها حمتها بظهرها ولما تألمت سوت لها مساج ومسحت دموعها غطتها بالعلم وأكلتها وأكيد شجعت معاها الله يبارك فيك يستاهل التعب فرحانين بزاف بزاف يستاهل التعب يستاهل